مرحبا بك في نبذة عن NetSuite Suite Success Planning and Budgeting Premium Edition. في هذا الفيديو سنتعرف على خصائص الـ Planning and Budgeting Premium Edition ونسلط الضوء على الـ Industry Specific Edition. تحتوي الهوم سكرين للـ Premium Edition على Tiles تتيح الوصول إلى Functional Areas مختلفة. بالضغط على الـ Workforce Tile يمكنني رؤية الـ Staff Restore والـ Employee Details وإجراء التعديلات على الموديل واختيار التأثير الـ Operational والـ Functional للتغيرات المستقبلية على الموظفين أو كيفية تنظيم الموظفين عبر الـ Departments. من الـ Add New Hires by Department يظهر لي خيار Additional Headcount to Departments إلى الـ Departments. تكون الداشبورد سهلة لتحليل الترندز. سأقوم بالضغط على الهوم بوتون للانتقال مرة أخرى إلى الهوم سكرين. من خلال الضغط على الفوركاست تايل يمكنني الوصول إلى مودلز تحتوي على Pre-Configured Logic تم تكوينه لتبسيط عملية الفوركاستنج بالريفينو والإكسبنس آيتمز المختلفة. يعرض الوركين كابيتال تايل نماذج تسمح بالاستفادة من Built-in Calculations للتنبؤ بالإنفنتوري والتريد بيابل والتريد ريسيفابل باستخدام الفاينانشال ماتريكس لقيمة الانفنتوري المستحقة والدايز بيبل وأيام السيلز أوتستاندينج. سأضغط فوق لوجو مؤسستي للانتقال إلى الهوم سكرين. من خلال الضغط فوق مربع الفاينانشال تايلز يمكنني الوصول إلى الفاينانشال ستيتمنتس التي تعرض الترندد فيو للأكتشوالز تو فوركاست بالإضافة إلى الداشبوردز القابلة للبحث. نصدر العديد من البريميوم إديشنز حسب نوع نشاطك، وبعض الأمثلة بها ميزات موجودة في السوفتوير اندستري والهول سيل ديستريبيوشن والمانيفاكتشرينج إديشنز. في Software Industry Edition تتمثل الميزة الرئيسية في القدرة على التقاط MRR والإبلاغ عنها من Sales Orders والFuture Opportunities. تم تصميم هذا الحل لإدارة New Sales وعمليات الـ Up Sales والـ Down Sales بالإضافة إلى التحكم في معدل التشغيل باستخدام الداشبوردز. في Agency Industry Edition الميزة الرئيسية هي القدرة على تخصيص الـ Resources لمختلف المشاريع وتحليل الـ Financial Impact للـ Project Specific أو الـ Client Specific أو الـ Global Billable Rates. تسهل هذه المرونة فحص الـ Project Profitability عبر الـ Client Portfolio. في إصدارنا للـ Wholesale Distribution و Manufacturing Industry Edition قمنا بتشغيل الـ Predictive Analysis للمساعدة في تقييم ما إذا كانت Unit Level Sales أو Item بالإضافة إلى Demand Plans. شكراً لمشاهدة هذا العرض التوضيحي. إذا كانت لديك أي أسئلة فيرجى التواصل مع أزدان Oracle NetSuite Solution Provider